تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المستمعين واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صحه وسعاده صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون مليئة بالمعلومة التي تقودنا وإياكم إلى نمط الحياة الصحي المرجو للجميع إذا اسمحوا لي بس أرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد اليوم الأستاذ أه حسني البلاونة وأيضا في التنسيق ميرا الإخفالي صباح الله بالخير وأيضا في الإخراج والقواسمة وعودة حميدة دكتورة ندى الملة شكرا صباح الورد صباح الجمال صباح الاثنين اللي يحبك الاثنين يوم جميل ما شاء الله اليوم وطبعا يوم جميل مع شاردة الإذاعة خلص إجازتي ورديت لكم صحة وسعادة ها كيف كان البرنامج أنا ما حد؟ أسألي وائل تسأليني أنا عموما أرقام التواصل معنا دكتورة على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة بس. أه طيب نحن ما نبتدي حلقتنا أه دكتورة بهذه أه الدراسة اللي تقول الولادة القيصرية تخفي خطرا يهدد صحة الأطفال كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبا للإصابة بالاضطرابات الأيضية مثل السكري أو السمنة وأجريت الدراسة على نحو خمسمائة ألف امرأة وأطفالهن على مدى ثلاثة عشر عاما من قبل الباحثين في جامعات من أستراليا هولندا، إيرلندا المملكة المتحدة ووجدت النتائج أن الأطفال المولودين بأي وسيله للتدخل سواء كانت عمليه قيصريه او عن طريق تحريض المخاض كانوا اكثر عرضه للاصابه بمشكلات صحيه بما في ذلك مشاكل في التنفس او التمثيل الغذائي او حالات مثل الاكزيما. البروفيسوره هانا دهلين هي احدى الباحثين الرئيسيين في الدراسه تقول ان هذه الدراسه لا تدفع الامهات للشعور بالذنب الا انها الا انها تدفعهن للنظر في مدى حاجتهن للتدخل الطبي من اجل الولاده، واكدت الدراسه ان الاطفال الذين يولدون بعمليه قيصريه اكثر عرضه للاصابات بالاضطرابات الايضيه بمعدل مرتين ونصف. كما تنتشر التهابات الجهاز التنفسي والاضطرابات الايضيه والاكزيما بين الاطفال المولودين عبر التدخل الطبي نزل. في فالدراسه شو تقول؟ تقول الامهات لا يشعرون بالذنب ولكن يفكرون في الخيارات الطبيه، تعرف ليش؟ لان محمود في كثير من النساء تقول لك انا ما بربي طبيعي. ما أدخل في المخاص سبع ساعات دخلوني قيصرية وخلاص خلنا نخلص طبعا في المستشفيات الحكومية احنا ما عندنا هسس النظام لا لازم تروح الولادة الطبيعية إذا سمحت عقدة الأمور ولكن في كثير من النساء تعتبر ان لا انا بولد قيصري اسهل ما في الم فتشوفوا هالدراسه تقول ان الاطفال يولدون بولادات قيصريه عندهم مشاكل في التنفس في الايض زياده نسبه الاصابه بمرض السكر والسمنه فنفكر في خياراتنا قبل ما نتدخل وحتى محمود ابره يعني في نسب تولد طبيعي بس تاخذ ابره الظهر اللي يسمونه في ح... وايد حريم عفوا ابره الظهر، حتى هذه ممكن تاثر ترى ممكن تاثر على تنفس الجنين، ممكن تاثر عليك انت، فكل شيء طبيعي دائما يكون افضل. في اشياء المفروض <applause> المراه تسويها قبل ما تفكر بالحمل دكتوره، منها آه في في شغلات لازم تاخذها آه كفيتامينات، كشغلات مثل هذه ان تساعدها على عمليه إن اذا هي دخلت في الحمل يكون الحمل مستقر اكثر المراه ما ما يكون عندها تضاعفات والطفل يطلع بشكل سليم يعني إن امكانيه انه يطلع بشكل سليم اكثر شو هي هاي الشغلات طبعا اولا اولا لازم نسوي فحص شامل هو نفس الفحص الدوري الشامل نسوي في العيادات نتاكد انه ما عندك اي مشاكل صحيه ما يكفي ان انت خاليه من الاعراض في حريم تقول انا ما عندي اعراض معناه ما عندي مشكله م. رقم واحد رقم اثنين اذا عندك اي مشكله ضغط سكر غده في كثير من النساء يستسهلون مرض الغدة تقول عادي حتى لو أنا عندي غدة ما تراجع الطبيب لما تحملين وانت عندك مرض في الغدة لازم تراجعين الطبيبة لأن لازم تعديل جرعات رقم ثلاثة لازم تاخذين فوليك أسد اللي هو الحبه الصغيره الورديه اللي يعرفونها النساء لازم تأخذينه على الاقل ثلاثة اشهر قبل ما الحمل لان احنا معظمنا عندنا نسبه الفوليك أسد شويه قليله ويوم تحملين لما تعرفين انت حامل تكون مرت ست اسابيع خمس اسابيع شو فائده الفوليك اسيد حق نظام الجهاز العصبي للطفل انه لازم تاخذينه عشان يكون نمو الجهاز العصبي سليم عند الطفل طبعا فيتامين د عشان نحمي عظام الطفل وعظامك الكالسيوم وطبعا المحافظه على وزن صحي الرياضه المشي الاكل الزين الصحي امتناع محاوله تجنب الامساك الالياف يكون في اكلنا دائما موجود لانه لما تحملين الامساك يزيد فحاولي تتفادينا من قبل الحمل طيب شو هي الممارسات الخاطئه اللي النساء يسوونها اثناء فتره الحمل دكتوره ولازم يعني ينتبهون لها. اولا الاكل الاكل عن اثنين هذا شيء قديم ما في شيء اسمه اكل عن اثنين، المراه الحامل تحتاج 300 سعره حراريه فقط، يعني صحن برياني خلصتي 300 سعره حراريه، خلي اكلك نفس ما هو، بس الافضل في بدايه فترات الحمل لما يكون الحرمه عندها الغثيان تقسمين اكلك على خمس وجبات ولكن نفس الاكل ما نزيد، ما نخلي دسم اكثر، ما نحط سمن على الاكل عشان انت تاكلين على النفرين، رقم اثنين كثروا من الالياف، للاسف النساء لما تحمل تنسى الالياف، تعتمد انه بس لازم اكل لحم، لازم اكل دياي، لازم اكل سمك، والالياف ننساها بالتالي صابون بالامساك والبواسير ومشاكل الغير هذه، الماء الماء ننصحنا دائما في الحمل طبعا بدايه اول ثلاث اسابيع الحريم تكون مع الغثيان ما تستحمل الماء ممكن تضيفي له منكهات تحطي فيه فراوله نعناع لكن الماء ضروري جدا جدا لان مع الحمل الدوره الدمويه تتضاعف تكبر عندك فلازم تعوضين السوائل عن طريق شرب الماء طبعاً الراحه الزايده لما لها داعي كثير من النساء اول ست شهور كل والله تسع شهور كامل تقعد مرتاحه ليش انا والله حامل لازم انا ارتاح تاخذ سكنيفات تقعد في البيت ليش تحركي حركي ريولاتك اقول ولا ما اقول؟ ليش قول؟ شفتي هذه اللي تلعب سله وياي في بطوله <applause> بعد يقول لي هذيك فوتوشوب محمود تخيل نطها النطة وهي سبع شهور حامل اوف كورس لا كيف اوف كورس فيديو كان صوره صوره كانت يبلي الفيديو. الفيديو, الفيديو اذا في فيديو راح في فيديو عيني امشوا <applause> 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 يا حريم يا جميلات لا تقعدين طول فتره الحمل تعرفوا شو يستوي يزيد وزنك رقم واحد رقم اثنين عظام مفاصل الحوض عندك تكون يابسه في متين تولدين تكون الولاده عندك صعبه وكثير من الحريم وهم يولدون يوقفونها ويسوون تدخل او ليش لان الحوض عندها ما ينفتح لان انتم ما تمشون ما تتحركون حركوا ريولكم كل يوم نص ساعه كل يوم الا اذا طبيبة النساء قالت عندك مشكلة معينة ولازم الراحة التامة بس 90% من الحوامل لازم تمشي كل يوم الوحام دكتورة لو الوحام هذا حين يعني يقولون يطلع يطلع في الطفل هي طلعت فراوله كان خاطرة فراوله عقب في فراوله لا 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 هذا ما له اساس علمي لا لا ما له اساس علمي لا لا كان الام خاطرها فراوله لوز وملح و... وطلع في وح... لا لا ما له خص ما له خص هذه كلها اشياء جديده هم خضراء نبت الحريم عاد الله يهدام يعني مرات يقصوا على الريايل يعني تستغل الحمل احيانا آه يعني تطلب اشياء مو موجوده تشوف بيجيب ولا ما بيجيب وتقول بيطلع في الطفل ما له خصم والريال مسكين يعني يركض والله يدور في السوق سوق الخضرة بس اول طفل الثاني والثالث ما يجيب لها شيء ما يسوي لسالفة سالفه يقول خلاص <applause> ليش ما يسوي له سالفه؟ اسال الريائيل حس انه نصبت عليه لا يقول آه. خلاص يعني ما دام هو اول طفل هو الاهم الباجي عادي خلاص تعودت معنا لا حرام ترى الحاله النفسيه للام خلال الحمل ترى وايد تاثر على الطفل أوه، على الحاله النفسيه هذه ما الاكتئاب ما بعد الولاده <applause> والاكتئاب الحمل هذا روحه بعد مصيبه دكتوري. بالضبط هرمونات الحمل تخلي في كثير من الرجال يشكون ان حريم بمعنى تغيرت علي لما حملت هي ما تغيرت ولكن الهرمونات تخليها نفسيتها مو مستقره الحين مستانسه بعدين ممكن تصيح من غير سبب عادي هذا من تاثير هرمونات الحمل فهذا عادي طولوا بالكم صدركم لها شاي سووا لها, لها مساج حق ظهرها مسكينه ظهرها يعورها ودها مشوار هي تبا تاكد انها تاكل لان الامهات في الحمل من ناحيه الاكل تاكل لا تحاكي لا والله محمود لا اذا عندها أه. ياهال قبل والله ما ياكلوا مساكين تحس تقول بسوي حق عيالي اكل وتنسى نفسها فتاكل اي شيء على السريع تاكد انها تاكل تابع معها تعال ولو معها موعد واحد في المستشفى موعد واحد بس تشوف شو شو وضع البيبي اول سونار على الاقل تشوف البيبي السونار قبل الاخير تشوف البيبي يعني في مشاركه شوي والله ياثر في نفسيه الحامل وايد لا تخلي تروح وترد روحها والله حرام مساكين يغمضون حامل <applause> <applause> الحين يوم انت يونك العياده مثلا تي الحرمه بروحها هي مسكينه رجال في الدوام زين يهد دوامه يعني مو وين بياكل الولد؟ بيفقد الطفل بيفقد الاب شغله لا موعد واحد محمود موعد واحد بس موعد أمه مثلا موعد في العياده موعد في المستشفى بس اكثر من شي لا استاذنوا من دوامكم ساعتين ترى المره بعد ما استاذنه زين كلام دكتور ندى الله يخليكم شكرا نطلع انت شو رايك ميره هالكلام صح؟ ها؟ أه؟ اوكي كلامها؟ ميرتيني. ما سمعت مشغولة بالتلفون تأخذ اتصالاتكم على الرقم ستة صفر صفر خمسة على 4006 فاصل وراجعين إن شاء الله صحة وسعادة سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا عاد وعطنا شيء كيو خليك انت يعني بروفيشنال كيو طلعنا على الها مو مره واحده نتنفس نشرب ماي ها حليله الحرمه اجتهد فلافل يوم الجمعه الصبح تصدق ولا مطعم فاتح بابراهيم يقول حليل ما عليه سووا في البيت فلافل سهله افتحوا يوتيوب ودوروا طريقه الفلافل وسووها إن شاء الله جماعة الخير الله يخليكم برنامج البث المباشر انتهى فالاتصالات اللي تينا على على البرنامج على مواضيع خاصة بالبث المباشر تعطل الناس اللي المفروض أنهم يتصلون على البرنامج هذا فنقول لكم الساعة عشر نبتدي نحن برنامجنا اللي هو صحة وسعادة أي حد عنده أي موضوع عن الصحة عن السعادة عنده مداخلة على برنامجنا يتواصل معنا على الارقام اللي بتخبركم عنها الدكتوره. على 600 551 414 النصيه على 4006. صفر صفر طيب آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حاولت اتصل فيكم بس مع الاسف الشديد انا غير متزوج وعمري 36 واحمل آه هذا موضوع ما يخص في الصحه. عموما الله يفرج عليكم جميعا، عموما نعيد ونذكر ان برنامج صحه وسعاده. طيب هيئة الصحة في دبي هاي السنة زين ومن خلال عام زايد حطت حزمة من المبادرات والفعاليات والأنشطة والبرامج المتميزة بهذه المناسبة وهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا مرور مئة عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واللي تبرز إنجازاته ودوره في تأسيس وبناء هذه الدولة الشامخة التي صارت ولله الحمد برؤية وحكمة القائد المؤسس طيب الله ثراء الشيخ زايد وأيضا يعني استمرار النهج اللي غرس فينا المرحوم من خلال هذه النهضة وهذا الإزدهار. في كافة مناحي الحياة طيب نحن نتعرف على أنشطة الهيئة في هذا العام معانا في الاستوديو الأستاذ خالد الجلاف رئيس فريق إدارة المعرفة في هيئة الصحة بدبي صبحك الله بالخير أستاذ خالد صبحك الله بالنور أخ محمود الدكتور ندى هلا فيك أخوي خالد نتكلم أول شيء عن المبادرات اللي عندكم في عام زايد بشكل عام وشو المحاور اللي ارتكزتوا عليها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا آه، الشيخ زايد كان شمولي في اهتماماته كان يعني لم يترك مجال إلا واهتم فيه، لذلك كان فريق عام زايد في هيئة الصحة ارتأى أن تكون المحاور أيضاً شمولية في كل ما اهتم فيه الشيخ زايد اهتم بالتراث فكانت هناك انشطه تراثيه اهتم اهتم بالعمل الانساني فهناك انشطه انسانيه اهتم بالرياضه هناك انشطه رياضيه واهتم بالثقافه هناك انشطه ثقافيه وفنيه فلذلك محاورنا التي اعتمدنا عليها في عام زايد هي متنوعه في كافه المحاور اللي اهتم فيها الشيخ زايد فلذلك الحمد لله هناك تنوع ما بين الرياضه وما بين الثقافه وما بين الفن وما بين العمل الانساني على عجاله هناك مثلا قمنا بانشطه ثقافيه للتعريف بدور زايد من خلال محاضرات تتحدث عن الشيخ زايد اهتمامه بالمرأه بالثقافه عملنا معرض كتاب زايد كل ما صدر عن الشيخ زايد كان هناك الكتاب موجود وتم يعني طرحه وتم توزيع كتاب زايد من أشعار الشيخ محمد بن راشد على عملاء هيئة الصحة بدبي أيضا قمنا بكثير من الأنشطة منها الطوابع زايد التي صدرت عن هيئة البريد قبل الاتحاد وبعد الاتحاد ايضا عرضنا عملات نادره التي كان صدرت عن الشيخ زايد وحملت صوره الشيخ زايد الهدف من هذا كان هو للتعريف الجيل الجديد ماذا يعني زايد في قلوبنا نحن أهل الإمارات الذين عاصرنا ما قبل الاتحاد وعاصرنا الاتحاد واليوم ننعم بخيرات زايد. صحيح. نعم. أخوي خالد في محور وايد مهم هو المحور الإنساني. فلو تكلمنا عن هذا المحور وشو الأنشطة والفعاليات اللي تشتمل تحت المحور هذا؟ هذا المحور يعني هو اكبر محور عندنا في هيئه الصحه نعم لان ارتبط زايد مع العمل الانساني وترتبط الخدمات الصحيه بالانسانيه كان اسمه زايد الخير زايد الخير والخير في كثير من الانسانيه صحيح فاحنا جايين رمضان يعني كلها ايام وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وعسى الله يعود علينا بالخير والصحه والسلامه نعم. هناك ان شاء الله راح يكون مير عام زايد okay. الرمضاني mm -hmm. وهذا المير يختص بموظفي الهيئه من ذوي الدخول القليله بحيث ان نساعدهم على استقبال رمضان بالشكل الصحيح فسوف mm -hmm. يتم يعني دعم 400 عائله من موظفي الهيئه بالمير الرمضاني باسم مير عام زايد. ممتاز. Mm -hmm. كذلك هناك يوميا وجبات افطار صائم لموظفين لكن هؤلاء الموظفين ليسوا موظفين الهيئة إنما الموظفين المتعاقدين مع الهيئة نعم. سوف يتم توفير ألف وجبة ما بين فطور وسحور لهؤلاء العاملين في هيئة الصحة وهذا أيضا إفطار عم زايد باسم عم زايد أيضا سوف يتم دعم الأسر المتعففة بالزكاة بالأموال من غير ما يعني نشعرهم بالإحراج سوف يتم وهم معروفين لدينا يعني بالتعاون مع الجمعيات الخيرية سوف يتم دعمهم. مع رمضان سيتم إطلاق عيادة العيادة التطوعية في مستشفى لطيفة. وهذه العيادة السنة هذه فيها حزمة مجانية أكبر من اللي كانت موجودة في السنوات الماضية فهي أيضا العيادة التطوعية عيادة عام زايد التطوعية إضافة إلى أن هذه الحزمة يعني سوف تمتد إلى أن تصل إلى العمليات الجراحية المجانية ممتاز. لذوي الدخل المحدود ومن لا يملكون بطاقات تأمين تكلمنا عن التامين الان في مراحل الختاميه لاصدار بطاقه تامين اسمها بطاقه عم زايد للتامين وهذه راح تكون لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون استخراج بطاقه تامين فهذه راح تمنح لهم ليتلقوا العلاج من خلالها. ايضا يتم هناك حمله عم زايد لمرضى الكبد الوبائي. والحمد لله تم يعني علاج عدد منهم من الموجودين في الدولة ومن لا يستطيعون أيضا التكفل تكفل بها مجانا مجانا, مجاناً. إن شاء الله. الشيء المهم عندنا اللي هو راح يكون في نهاية السنة هذه اللي هو حملة زايد رئة رئة مصر لمرضى الجهاز التنفسي مه. وسوف يتم تقديم أدوية لعدد من المرضى من جمهورية مصر بالتعاون مع الجهات الرسميه هناك نعم. وهذه يعني اقل ما قدم باسم زايد لاخواننا واحباننا المرضى في شو جمهوريه شو تفاصيل المرضى. هذه الحمله بالضبط هذه ان شاء الله سوف يتم اعلان عنها اعلاميا قريبا مم. باذن الله تعالى ولكن سوف يتم توفير الادويه وهي مكلفه جدا مم. لمرضى الجهاز التنفسي في آه مصر أوكي. يعني في هناك بالتعاون مع الجهات الرسميه في مصر هناك قوائم بالمرضى وهم لا يستطيعون يعني ان يعني تحمل تكاليف العلاج سوف تقدم لهم الدوله باسم هيئه الصحه باسم حمله اللي اسمها رئه رئه زايد رئه مصر مهم. بهذا جتاز. الشكل يعني طبعا خلال شهر رمضان وبالتعاون مع جمعيه دار البر هيئه الصحه سوف تطلق ما يسمى بالوقف عام زايد لموظفي هيئه الصحه وهذا الوقف راح يكون هناك صندوق تستضيفه كل اداره مهم. في الهيئه فترة زمنية بحيث مجموع الأموال التي سوف يتم يعني جمعها سوف يتم يعني استثمارها في مشروع خيري والقائمة تطول يعني إذا اليوم أيضا من ضمن ما قمنا به قبل فترة كان زيارة لحدة يوم في حتى وخلال هذه الزيارة تم يعني تلمس احتياجات المواطنين ومنهم كبار السن فخلال شهر رمضان ايضا سوف يتم بالتعاون مع مركز السعاده لكبار السن بزياره المدينه مدينه حتى وتلبيه احتياجات المرضى الذين يعني قدموا احتياجاتهم سواء كانت صحيه او التي تساعدهم على ان يعيشوا حياه صحيه سليمه هاي تقريبا بعض الجوانب الانسانيه في محاور عام زايد لهيئه الصحه ممتاز أخي خالد تكلمت عن بطاقه عام زايد هي بطاقه تامينيه من بيكون مستفيدين منها الان كل الذين يعني لديهم بطاقات تامين هذه الغير مستفيدين منها لكن هناك فئات قليله ربما هي ولكن لا تملك يعني اي مستندات حتى تستطيع أن تصدر بطاقة تأمين وهناك حاجة لترددهم على المستشفيات لتلقي العلاج نتيجة أمراض مزمنة أو حالات طارئة فهذه البطاقة تساعد هؤلاء الذين يعني لا يملكون بطاقة تأمين ولا يستطيعون أن يتكفلوا بإصدار وليس لديهم كفيل أو يعني ولي أمر يستطيع أن يتكفل بهذا الموضوع جميل يعني آه مبادرات كثيره وزايد رحمه الله عليه اولى القطاع الصحي في دوله الامارات اهتمام كبير مثل مثل القطاعات الاخرى مع بدايه تاسيس الاتحاد الحين يعني آه هو اخر سؤال أنا بالنسبه لي يعني في هذا اللقاء الشيق ان نبغي نتكلم عن تطور القطاع الصحي في آه عهد آه الاتحاد وما قبل الاتحاد وين وصلنا لليوم اليوم نعم طبعا اذا تتكلم عن قبل الاتحاد انا هني اتذكر احدى المجلات المشهوره اللي هي مجله العربي التي نشرت تقريرا تتحدث فيه في الستينات عن الوضع الصحي في دوله الامارات في ذاك الوقت يعني م. الاهالي في دوله الامارات عانوا كثيرا جدا في فيما يتعلق بالقطاع الصحي كانت هناك اوبئه يعني تودي بحياه الاف من الناس يعني مثل الكوليرا مثل الطاعون وغيره يعني ومعاناه الناس كانت كبيره وبالرغم من هذا كله ما لم تكن هناك مستشفيات الى ان تم بناء اول مستشفى في عام 1951 وبدعم من حكام الامارات السبعة اللي بنوا أول مستشفى اللي هو مستشفى المكتوم في عام 1951 <applause> هذا لم يكن يكفي أبو ظبي لم يكن فيها مستشفى الشارقة لم يكن فيها مستشفى باقي الإمارات فكان كل الاعتماد على هذا المستشفى الضعيف الإمكانيات وعشان توصل تأخذها. <applause> نعم 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 ولذلك لما نتكلم عن الشيخ زايد الشيخ زايد كان ممثل الحاكم في منطقة العين وكان حريص على أن تكون الخدمات الصحية متوفرة. دائماً أنا أردد هذه القصة عندما ذهب إلى سلطنة عمان والتقى بمدير المستشفى الأمريكي هناك وطلب منه أن يقدم أو أن يعني يعيره أحد الأطباء فامتنع لقله عدد الاطباء المتواجدين في المستشفى ووعدوه بان يعني يخبره بوجود طبيب حال توفره يعني. صارت الازمه في العراق في 59 60 وصارت الثوره فهرب بعض الاطباء الاجانب منهم الدكتور بات كينيدي الذي اتجه الى الاردن واتصل بصديقه مدير مستشفى الامريكي في سلطنه عمان في مسقط. هنا اتصل بالشيخ زايد وأخبره بأن هناك طبيب هل أنت بحاجة إليه؟ قال أسعفني بإحضاره في أسرع وقت ممكن فحضر هذا الدكتور إلى مدينة العين خلال يومين وعلى طول سلمه هناك كان في بيت ضيافة اللي يعرف العين بجانب دوار الساعة دار للضيافة سلمه دار الضيافة وحوله مستشفى, مستشفى. وبادر بالعلاج في 1960-61 وهناك أعطاه الشيخ زايد رحمة الله عليه بناله مبنى آخر ثم توافد الممرضين والأطباء على هذا المستشفى اللي أصبح بعد ذلك هو مستشفى الواحة المشهور يعني <applause> هذه هذه القصه تدلك على مدى يعني حرص صاحب السمو الشيخ زايد على ان تكون هناك يعني خدمه طبيه صحيح. توالت بعد ذلك بعد ما تولى الحكم في اماره ابو بناء المستشفيات في ليس فقط في ابو في في ابو ظبي امارات الدوله الامارات اليوم هناك لا يخلو لا تخلو مدينه من من, من مستشفى بناه بناها الشيخ زايد صح. و ولم يخ... في الامارات حتى أي يعني. هذا اللي كنت بقوله ايضا لم يقتصر الامر على الامارات بل انما على باقي الدول في باكستان في 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 الهند في في الصومال في مار... دول في فلسطين في غيرها من الدول صحيح. ويصعب ان نذكر في امريكا في الولايات المتحده صحيح. صحيح. هناك صحيح. مراكز طبيه متخصصه باسم الشيخ زايد تخدم العالم كله. والحمد لله اليوم نحن نعيش طفره في التطور الصحي في دوله الامارات بالتحديد نحن نتكلم حتى عن اماره دبي اللهم لك الحمد الكثير من الانجازات اللي قاعده تتحقق وان شاء الله هذه ما هي الا بدايه الطريق استاذ خالد الجلاف رئيس فريق المعرفة في هيئة الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا رب يعني من نواكب كل الفعاليات اللي انتم تسوونها في هذا المجال شكرا جزيلا شكرا لكم اذا نطلع فاصل دكتوره وبعد فاصل عندنا موضوع جميل ما نتكلم عن اليوم العالمي للثلاسيميا بيكون معنا الدكتور احمد فراج اخصائي امراض الدم بمركز دبي للثلاسيميا فاصل راجع صحه وسعاده صح سعادة سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي ارقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصيه على 4006 تصدقين الفتره اللي انت ماخذه فيها اجازه أنا دائما اغلط في الرقم د انا مو متعود اقول مو متعود أقول انا متعود انا كل يوم اراجع الرقم حتى وانا في اجازه صدق خفي علينا <applause> أه شاطره انا خفي <applause> عليه <أتصفيق> زين يوم غد الثلاثاء مستمعينا الكرام يصادف الثامن من مايو وهو اليوم العالمي للثلاسيميا الذي تحتفل به كافه المؤسسات الصحيه على مستوى العالم لتقديم رساله توعويه بهذا المرض، كيفيه الوقايه منه وتجنب مضاعفاته السلبيه على الفرد والمجتمع والمؤسسات الصحيه بشكل عام. طبعا ما نتكلم عن هذا الموضوع اللي يعني يقوم به مركز دبي للثلاسيميا في مجال نشر الوعي الصحي بهذا المرض معانا في الاستوديو الدكتور احمد فراج فراج اخصائي امراض الدم بمركز البيت الثلاثيني صباحك صباح الخير صباح النور صباح النور عليكم اول ما بدينا بدينا اللقاء قلت لك سالت الدكتور اسباب الوقايه نحن كانت تقول لي ايش اسمه ما يتجوزوش ما يتجوزوش مم. الحاملين طبعا احنا بننصح بعدم الزواج ايه فحب ايه اللي انت جاي تقول عليه ها؟ لا احنا بالعكس احنا بنساعدهم يحبوا بعض أكثر اها يعني كيف. اقول لك كيف؟ أي. انا دلوقتي لما اثنين حاملين يتزوجوا. مم. مم. طبعا في نسبه كبيره ممكن من الاصابه 25% ممكن يبقى اطفال مصابين في كل حمل وفي كل حمل دي احنا لازم بنأكد عليها لان في ناس كتير بتفتكر 25% في كل حمل في كل حمل, في كل حمل بمعنى بمعنى ان انا دلوقتي ممكن الاطفال كلهم يبقوا مصابين مش يعني. معنى ان 25% ان احنا بنقول هيطلع مصاب ان انا هجيب اول بيبي لو جه مصاب الباقيين هيطلعوا سلام لا بالضبط الناس في فكره لو جبت اربعه واحد منهم بيكون لا. مصاب لا عشان كده احنا بنأكد على كلمه صح في كل صح حمل احنا عندنا عائلات للاسف عندها خمس اطفال وست اطفال كلهم مصابين كلهم بياخدوا دم عندنا في مركز الثلاثينات دي طبعا ما تقوليش بقى حب ايه بعد كده يعني لما يبقى عندي اطفال اثنين وثلاثه واربعه انا على طول كل يوم أه بدور على دم ليهم بتاكد ان في دم كفايه ليهم بتابع نموهم نموهم مش طبيعي نموهم اقل من اقرانهم وزمايلهم في المدرسه نعم صح. مشاكل كتير بتحصل من نقل الدم والحديد و... وبدور على متبرع ولازم اعمل لهم زراعه عشان يشفوا وتكلفة الزراعه والفلوس اللي هم بيتكلفوها والدوله بتتكلفها قصه كبيره جدا 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 وهم كبير أكبر حب ما أقدرش عليه. بالضبط. يا سلام عليك يا دكتور. زين دكتور بس هذه أنا بس أبغي أسأل بس هذا موضوع الوقاية ولا في أساليب أخرى؟ للوقاية للوقاية إحنا أهم حاجة حاملين المرض ما يتزوجوش، دي الوقاية الوحيدة للمرض ما يتزوجوش من بعض أي طبعاً أكيد من بعض لا 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 من بعض من بعض طبعاً لو في أي في لو في طرف في المعادلة سليم خلاص ما فيش مشكلة الطرف الثاني حتى لو مصاب ما فيش ما عنديش أي مشكلة أهم حاجة يبقى طرف في المعادلة سليم. بالضبط ما يبقاش ما يكون أي طرف حامل فيه ايوه بالضبط, بالضبط. شو هي المعادله اللي هو انه لو كان سليم ومصاب الاطفال بيطلعون سليمين او محاملين المرض بالضبط بس لا مش هيطلعوا سليمين سليم آه. ومصاب هيطلعوا كلهم حاملين كلهم حاملين بس ما فيش مصابين ما فيش مصابين هي اذا كان حامل ومصاب او حامل وحامل لا بيكون لا. في في يكون مصابين لازم طرف المعادله يكون سليم سليم لازم وهذا طبعا وين يطلع في فحوصات الكشف المبكر عن الزو... فحوصات الزواج معظمهم يكتشفون فحص الزواج لان مشكله هي فحوصات جينيه ما ما نسويها احنا من قبل انت غلطت غلطه احنا عايزينها أيه. ايوة احسنت دكتور قاعدت انا حييك أنا أنا الكشف, الكشف المبكر احنا مش عايزينه كشف مقابلة الزواج ده يعني كلمة مكشف مقابلة الزواج دي عايزين نبطلها بقى شوية في التوعية ونخليه كشف مبكر لان المشكلة ان الناس خلاص حاجزين القاعه وعزموا الناس وخلاص والملشه بكره م. ويقول لك والله احنا طلعنا حاملين طب أيوة انتوا فين كل ده؟ لا وبعد شو يقول لك يقول لك تعال اه خلصني بسرعه الله يخليك لان العرس بعد اربع خمس ايام يبغى التقرير بالضبط والتحليل لوحده وتحليل الجينات واحنا اضطرينا يعني. تحليل الجينات محتاجين اسبوعين اسبوعين بعد بالضبط لا حول ولا قوة الا بالله فاحنا الفحص المبكر احنا كلمة بنفضلها كتير قوي دلوقتي خصوصا خصوصا لو انا عندي في العيلة عارف ان انا عمي ابن عمي عنده ثلاسيميا لازم اعرف انا حامل المرض ولا لا عشان لما اجي افكر بعد كده في زواج آه يعني آه فيما بعد اقول والله الشريك العمر انا حامل المرض عندك حد في العيلة في الاول حتى في التعارف يبان قبل ما يبدا قصص الايه؟ الحب والله يا دكتور انا اتمنى يكون في قانون يمنع يعني الزواج باثنين مصابين او ضمن المعادله اللي ممكن توصلنا الى 25% طبعا احنا من ناحيه طبيه احنا يعني نفسنا ده يحصل بس طبعا من ناحيه التشريعية فيها قدامك حاجات كتير قوي قوي هتوقف ايوه بس انا اتمنى ان شاء الله يا رب يعني ما بن ان شيء يا جماعه الخير بس يا دكتوره بالفعل الاضرار اللي تترتب على على هذه الزيجه اضرار كثيره مو بس في الثلاسيميا في كل شيء بالضبط تطلع. امراض كثيره ممكن تظهر. تعتبر مرض مزمن أن يكون مع الشخص طول عمره الا تعالج وزرع زراعه فمرض مكلف وياخذ مو بس بالمال الوقت اللي ياخذه لان القعده في, في مراكز التبرع بالدم عشان ياخذون الدم دخلاتهم المستشفى المتكرره هذا كله ياخذ من الوقت وياثر جدا على علاقه العائله مثل ما انت قلت دكتور حتى الأب والام يكون دائما متوترين تعبانين مجهدين فنرجع دكتور الحين للبدايه شو هو الثلاسيميا ما هو هذا المرض شو اسبابه عشان الناس تفهم إنه ليش احنا نمنع زواج الناس المصابين بالمرض ما نمنع نحن نوصي بعدم عدم الزواج. يعني هو نفسه نمنع. أنا أوكي. أنا نفسك تمنع؟ يعني حب. أنت ضد إيه؟ الحب؟ حب إيه؟ قل <applause> لي دكتور. أوكي، طيب هو السلاسيما دي مش كلمة عربية في, المب... في المقام الأول، يعني سلاسيما دي كلمة يونانية. سلاسيما دي عبارة عن جزئين، سلا، نعم. سلا دي يعني بحر، باليوناني يعني بحر. نعم. إيميا يعني الدم، أول أنيميا، فهم كان أول ما اكتشفوا الحالات دي كانت سموها نعم أنيميا البحر، أنيميا البحر، لأن أول حالات اكتشفت اكتشفت في اليونان وفي وف... قبرص في الجزر بتاعة البحر الأبيض المتوسط. نعم. اكتشفوها سنه كام؟ اكتشفها دكتور اسمه توماس كولي سنه 1925 <applause> ومن سنه 1925 وفي تطور كبير جدا 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 في المرض، المرض ده وراثي، يعني ايه وراثي؟ يعني هو خلل بيحصل في الجينات زي ما احنا قلنا حامل المرض وحامله المرض بيتزوجوا بيجيبوا اطفال مصابين. صحيح. ايه المشكله في الاطفال المصابين؟ دمهم بيكسر اسرع من اللزوم. <applause> يعني ايه؟ يعني هو بي بيخسر كل اسبوع واحد جرام هيموجلوبين، يعني لو هو بدا بالطبيعي 12 جرام بعد شهر يبقى 8 جرام صحيح. شهر تاني 4 جرام لو ما <applause> تلحقش اخر دم هيموت هيموت في رقم بسيط عايز اوصله للساده المستمعين احنا في سنه 1990 كان عدد الحالات الوفيات في العالم من الثلاسيميا 36 الف حاله <applause> سنة 2015 16 ألف حالة هل ليش السيولة فيها <applause> دكتور في السلاسيميا؟ الأسباب كتير جدا 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 <applause> أولا في بعض المناطق ما فيش فيها رعاية أو فيها نقل دم بصفة أه يعني صحيح. سليمه وصحيه مم. وكافيه. صحيح. ودي بتاثر على النمو وبتؤدي لوفاه مبكره. احنا مم. لو نشوف تاريخ المرضي بتاع السلاسيميا الاول قبل ما, قبل ما يكتشفوا نقل الدم كانت اطفال المصابه بالسلاسيميا دول بيموتوا عند خمس سبع سنين بالكثير. قبل ما يكتشفوا نقل الدم. بعد ما اكتشفوا نقل الدم نقلوا الدم للاطفال بس لقوا ان في مشكله تانية بتحصل هو تراكم الحديد من مم. نتيجه صحيح. نقل الدم المتكرر وبالتالي الاطفال كانوا بيموتوا اه في سن متاخر شويه بس كانوا برضه بيموتوا من تراكم الحديد على 12 ل 15 سنه. مم. 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 بدأوا في سنة 1980 يبدأوا يحطوا أدوية تحت الجلد عشان يتخلصوا من الحديد. وبدأت دي الحمد لله تطول في عمر الأطفال شوية بس برضه بقوا بيموتوا بيموتوا على 25 سنة بدل 15 سنة. <applause> الإبر طبعًا لو حد يحط كل يوم إبرة ده عذاب، يعني إبرة تحت الجلد تقعد معاه 24 ساعة يا ريته بيضربها وخلاص، لا ده بيحطها تحت الجلد تفضل تديله الدواء بمضخة على الأقل 24 ساعة و12 ساعة كل يوم. عشان يقدر يتخلص من الحديد اللي هو بياخده من الدم. <applause> بعد كده طوروا العلاج شوية بقى في تقنية أحسن بيبقى عبارة عن حبوب الحبوب دي بياخدها يوميا بره بس أرحم كتير من, من الإبر من ودي حسنت السيرفايفر ريت أو, أو مستوى يعني عمر الوفاة نعم. حسنته من 25 سنة ل 40 و 50 سنة دلوقتي مع طبعا مع تطور نقل الدم دلوقتي ما فيش حاجه اسمها نقل دي كيس دم كامل كان زمان بينقلوا كيس الدم بحاله دلوقتي صحيح. لا احنا بننقل بس كرات الدم الحمراء صحيح ده قلل كتير المضاعفات بتاعه نقل الدم مم. زائد العلاجات والتطور وانت دلوقتي بقى عندك مالتي سنتر يعني انت عندنا مثلا في مركز دبي السلاسيمي احنا عندنا ما عندناش دكاتره امراض دم بس، احنا عندنا دكاتره امراض دم، عندنا دكاتره امراض نساء عندنا دكاتره امراض غدد، عندنا ممتاز. دكتور دكتور تغذيه بيشوف المريض كل زياره، عندنا دكتور اخصائي نفسيه برضه عشان يقعد مع فكل الدكاتره وكل فريق العمل ده الحمد لله دلوقتي احنا المرضى عندنا وصلوا 50 سنه وحاجه خمسين 50 سنه وبقى المعدل الحياه بتاعه وطريقه حتى حياته والكواليتي اوف لايف بتاعته بقت زيه زي الانسان الطبيعي صحيح الحمد لله. صحيح لكن ده محتاج مجهود كتير، فلوس كتير، دم بصفه يعني منتظمه، الموضوع صعب مش سهل. هذا واحد كان كان واحد من الصغار عنده 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 مرض ثلاسيميا، هذا الكلام اتكلم الدكتور يعني من تقريبا 20 سنه قبل انت بتكبر نفسك ليه؟ <applause> زين لا انا 20 سنه يعني كان عمري ست سنوات اه كذا <applause> <applause> <كده> ماشي <applause> لا فالفكره وين دكتور؟ الفكره انه كان كان في حديث انفتح في الميلس فواحد قال له يعني انت كم كم سنه بقول لك يعني بتعيش؟ قال انا بعيش اكثر منك وانت بتموت قبلي مم. مم. هو الرجال عنده ثلاثيميه وعنده ثلاثيميه هو هو بيردها بس يعني رد مش عن علم هو بيردها رد بس مريض الثلاسيميا قال لي انا <applause> بعيش اكثر منه ف... أه... الله يرحمه هذاك والرجال موجودين الحين <applause> بالضبط ودي الفكره اللي احنا عايزين نغيرها دلوقتي يعني دايما دايما لما لا قدر الله احنا طبعا الاول زي ما اتكلمنا احنا بننصح ان ان هم اصلا ما يتزوجوش لكن لا قدر الله تزوجوا وجابوا طفل مصاب ايه الحل؟ هل دي نهايه الدنيا؟ لا مش نهايه الدنيا دي بدايه جديده لمعاناه ربنا ان شاء الله يكتب لكم اجر عنها لا بس لازم تبقوا قدها ما من انتوا خدتوا القرار من الاول أيه. وكملته. هي. لازم تبقوا كمان مفيش حاجه اسمها مريض ثلاسيميا خلاص محكوم عليه بالموت اقفل عليه الباب الاوضه وخلاص هو 10 سنين لا و... هي ما شاء الله يلعبون رياضه ومميزين و... في الحمد العديد من المجالات الحمد لله الحمد لله هنا في الدوله في اهتمام كبير بمرضى الثلاسيميا في في اهتمام من القطاع الطبي بمرضى والحمد لله هم وصلوا زيهم زي ال... الانسان العادي ب... بيدرسوا طبيعي بيتخرجوا طبيعي بيشتغلوا طبيعي لينا ناس شغاله في شرطه دبي لينا ناس شغاله في الجوازات لينا ناس شغاله في اماكن كتير في الدوله مش هتعرف إن هم بياخدوا دم إلا إذا كان هم قالوا لك أنا بأخد دم أم وأنا مريض سلسلة حتى يعني آه ال الشكل كان قبل آه فيه أشكال مميزة بالضبط بالضبط لا بزي. دلوقتي لا لأن أنت زي ما قلت دلوقتي طبيعي. نقل الدم بقى أفضل بقى تقنية نقل الدم أفضل انت عوضتهم على مشكلة نقص الدم اللي كان بيأثر على عظام الفك والوجه حتى تغيبهم عن العمل صار اقل مو مثل قبل قبل كان عندك موظف في الثلاث... عنده ثلاسيميا يتغيب ثلاث اربع مرات في الاسبوع اليوم مستشفى نقل دم وغيره حتى صار صحتهم افضل بالتالي ادائهم في العمل يكون افضل بالضبط بالضبط هي طبعا هي دي بتفرق طبعا من اعمال لاعمال بس هم برضه احنا بننصح ان هم ما ليهم الاعمال القوية احنا بننزل عايز برضه ليهم لهم العمل البسيط صح. بالضبط. مش عشان حاجه لكن انا مش عايز احمل عليه زياده لان هو برضه سهل عرضه للانفكشن عرضه للالتهابات ضغط العمل نفسه بعد ياثر على اكيد بياثر على السرير مش هياثر عليه صحيح بالضبط صحيح دكتور احمد لو تخبرنا عن الانشطه والفعاليات اللي تسوونها في المركز بعيد عن المرض وعن نقل الدم الانشطه والفعاليات اللي تسوونها لرواد المركز تمام احنا طبعا احنا في احنا في اوقات في كثير قوي احنا بنستقبل مدارس وكليات و وحتى من شرطه دبي كان جالنا فتره من بلديه دبي جالنا ناس احنا على قد ما بنقدر بنوصل للمجتمع بنحاول نع... نوعي الناس بنحاول نوصل لرساله الوقايه من المرض و... وايه وايه الحل حتى للمرض لو حصل من الزراعه وايه شروط الزراعه و... وأماكن الزراعه فين وهل احنا محتاجين في الامارات هنا مركز زراعه ولا لا نعم. كل الكلام ده احنا بنتكلم فيه مع الناس الفعاليات في فعاليات طبعا المره احنا بنعملها كل فتره آخر فعاليه حتى كنا عاملين حق الليله كنا عاملين من من كام يوم كانت فعاليه جميله جدا للاطفال متعد. وحتى الكبار كمان استمتعوا بيها زي هذه الحلويات اللي كانوا في حق الليله زينا حقهم ولا حلويات ما فيش حلويات للاطفال والحلويات بتبقى حاجات بسيطه قوي دي مره في السنه ####لا تبقاش كده؟ ما علي مرة في السنة خليك حلو مرة في السنة وعقب اليوم الثاني كلهم في المستشفى ولا في العيادة لا لا, 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 لا. دي تحت السيطرة... تحت لا أنا ما عن مرضى لا 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 كلها بشكل عام، دكتور المركز حاصل على العديد من الاعتمادات الدولية وايضا عندكم يعني انجازات في في تخفيض النسبة حتى على مستوى امارة دبي، فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع على عجالة. تمام، الحمد لله احنا الاعتماد الدولي احنا خدناه يمكن للمرة الرابعة في سنة 2016 ومهيئين نفسنا السنة الجاية إن شاء الله. في جواز كتير اخذناها على مستوى العالم حتى مش مستوى بس الشرق الاوسط من الجمعيه العالميه للسلاسيم للسلاسيميا احنا عملنا الحمد لله احنا السنه اللي فاتت يمكن الحالات الجديده المصابه في دبي كانت حاله واحده حاله الوفيات اللي حصلت من المرة السلاسيميا في 2017 برضه كانت حاله واحده وده انجاز الحمد لله طيب طيب برضه ده وراه مجهود كل الناس اللي شغاله انجاز رائع الحمد لله انجاز كبير الحمد لله ربنا يكرم على خير طيب آخر كلمة تبغي توجهها دكتور بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا آخر كلمة أنا حابب أقول إحنا طبعا إحنا في عام زايد وزي ما أنت كنت بتقول من شوية زايد اسمه اقترن بصفة زايد الخير الخير أو العطاء مش فلوس بس العطاء ممكن يبقى وقت ممكن يبقى مجهود ممكن يبقى فكر ممكن يبقى قرار صحيح. فالعطاء قرار العطاء قرار مجرد ان انت عرفت ان انت حامل سلاسيميا وشركه المستقبل حامل ثلاسيميا قرارك مهم ده من ضمن اوجه اهم اوجه العطاء اللي هتديها لنفسك وللبلد ولكل وكل المرضى اللي محتاجين دم اللي موجودين في الاماره وكل المرضى اللي محتاجين الفلوس اللي كانت هتتصرف على المريض اللي هيجي ده ومصاب ليتر اون فالعطاء قرار دي اخر كده أحسن دكتور <applause> يعني انت ليش توجه الكلام بس للرجل لان هو بايده القوامه <applause> لا هذا كوال <applause> هذاك هو الحقيقه قوام مشتركه لكفه المراه انا موافق لو في لو في العطاء قرار انا موافق زين لا انا انا اشوف انه هو قرار شخصي دكتور طبعا زين طبعا ويجب ان الواحد ينتبه لهذه القرارات اللي ياخذها لانها قرارات مصيريه تأث... يعني ما تاثر على نفسك يعني مش قرار تابع لك انت بس ياثر على عيالك الاسره نفسها انت الزوج والزوجه العائله ككل ترى كل عائله تكون اليد العامه الخال كلهم حياتكم كلها بشكل عام لين سنوات يعني مو سنه او سنتين سنوات راح تموتوا مع هذا المرض فهو تاخذوا القرار الصح يا جماعه يكون صعب في البدايه بس بعد هذا تس... ان شاء الله يكون القرار الاحسن وحبي ايه اللي انت قيتول عليه؟ اخر شيء ها دكتور؟ <تصحة> <تصفيق> 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 احلى حب واحلى صحه واحلى سعاده ان شاء الله. شكرا لك دكتور احمد فراج اخصائي امراض الدم بمركز الثلاسيميا، ساعدنا بالحديث معك دكتور وان شاء الله يا رب يعني هي مناسبه يوم عالمي ولكن نحن دائما ما نذكر بمثل هذه المناسبات وايضا هنالك تكون العديد من النصائح والحملات اللي ممكن تتابعونا ايضا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي دي اتش اي اندرسكور دبي بتشوفون وايد معلومات حول هذا الموضوع وباكر ان شاء الله او اليوم اعتقد عندنا العياده الذكيه بعد تتحدث عن نفس الموضوع شاكرين لك دكتور شكرا لك دكتوره ندى ولكم باك شكرا شكرا لك ميرا مشكوره ما قصرتي وشويه شكرا لك وائل وان شاء الله يا رب تكون حلقه خفيفه عليكم ونوصل ان شاء الله لبكره تكون عندنا مواضيع اخرى بتكون موجوده باكر ولا احنا ما نعرف مداومه متى مداومه الله العالم موجودة موجودة زي ما في اجازه مرضيه تي لا اله الا الله لا ان شاء الله كيف دكتوره تمرضين؟ ليش الدكتور لا يمرض؟ لا سولف اه زين الدكتور عرض للمرض اكثر من الشخص العادي المفروض صح اي والله بيبي لكم احصائيات زين هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحه, بصحة وسعادة. وسعاده صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي